موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا القصف المتعمد يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية. وأكد الرئيس السيسي موقف مصر دولة وشعبا ورفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري. أدانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يمثل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقوف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة. وطلبت مصر جميع دول العالم لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن. تدين الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء. وإذ تستنكر الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 من أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق، فإن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي تعتبر هذا القصف المتعمد انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتهيب بالمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعي لمثل هذه الأهداف المدنية، وذلك حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية. وأكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهة المسلحة على حياة المدنيين، فضلا عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، تناول تطورات الأوضاع في غزة، وأعرب الجانبان عن القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعدة وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير. وأكد ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء ومن امتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأشار المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في أفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة. كما استقبل الرئيس السيسي سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أشاد الرئيس السيسي بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد فقيه إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في إفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة، معربا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الإفريقية لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين. من جانبه أكد السيد فقيه أهمية مصر وثقلها في القارة الإفريقية، معربا عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة، فضلا عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة، بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المبعوثين الخاصين الأفارقة وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها، حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيا، وفي مقدمتها الوضع في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، فضلا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال. من جانبه ثمن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربا عن الاعتزاز بكون البرنامج القطري لمصر الذي تم التوقيع عليه عام 2021 يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات والمتابعة والتنمية المستدامة. تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي اعتراضات طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الساعة 5 من مساء الأربعاء، وتبدأ الهيئة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من 19 من أكتوبر وحتى 21 من أكتوبر الجاري ولمدة 5 أيام. التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددا من المصريين بالخارج عن طريق الفيديو كونفرنس بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج. وأكد رئيس الحملة المستشار محمود فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، فضلا على أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم. ومن جانبه أشاد المصريون بالخارج بالمشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة فضلا عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وعمل الكثير من المؤتمرات وندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية، وذلك انطلاقا من شعورهم الوطني
بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية. جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون للجاليات المصرية من دول السعودية، أمريكا، أستراليا، إنجلترا، وويلز، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، رومانيا، كندا، النمسا، كردستان، الإمارات، لبنان، الأردن وغيرها. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي. وأكد رئيس الحملة أن المرشح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية استطاع النهوض بالقطاع الزراعي عن طريق التوسع في المناطق الزراعية واستصلاحها، مشيرا إلى دور النقابة الفعال في توعية المزارعين بممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم. من جانبهم أشاد وفد النقابة العامة للعاملين بالزراعة بالإنجازات التي حققها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال وقت قياسي من مشروعات قومية وتنموية.